هو ليه ازواج النبي امهات المؤمنين؟ لان النبي ابو المؤمنين. كيف هو ابوهم؟ ولدت قلوبهم على يديه مش ابدانهم، كان سببا لاحياء قلوبهم بعد موته. يبقى الازواج ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليكونوا امهات للمؤمنين الا لان النبي صلى الله عليه وسلم ابو للايه؟ للمؤمنين. يبقى من الذي سيخرجك من الظلمات الى النور؟ الله، بسبب الكتاب الذي انزله على الرسول. يبقى من المبلغ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي ينبغي ان يكون صلى الله عليه وسلم احب اليك من والدك، لان والدك سبب في وجود بدنك، وهذا السبب في الايجاد جعل الله له منزله، وجعل له ايه؟ حقا عليك، وجعل حق البر بعد التوحيد. طب ده ان كان ده البر عشان هو سبب في وجود الايه؟ البدن وحياه البدن، يبقى كيف بر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبب في حياه القلب صلى الله عليه وسلم؟ احب اليه من والده، يكون احب اليك من والدك، وطاعته مقدمه على طاعه ابيك وامك. لا طاعة لمخلوق في معصية الايه؟ في معصية الخالق. وطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة هي طاعة رسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا ومع الرسول إلا البلاغ المبين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. لو حتى الإنسان تفكر في المعاني عقلا سيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفع له من والده، لأن به كان سبب إيه؟ حياته إيه؟ حياة قلبه. طيب وولده، النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لك من ولدك. طب إزاي أنفع لك من ولدك؟ وإزاي يبقى أحب إليك من ولدك؟ هو أنفع لك منه لأنك به عرفت ربك تبارك وتعالى، ودلك على الله تبارك وتعالى، وكان أرحم بك من أبيك وأمك. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال اشتقت إلى إخواني، قال أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أما إخواني من يأتوا بعد يؤمنون بي ولم يروني. اشتاق أن يراك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويقول أمتي أمتي، يبكي طول الليل، حتى أنزل الله تبارك وتعالى له جبريل يسأله ما الذي يبكيك، والله أعلم به، فلا يقول إلا أمتي، فيقول له أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أننا لن نسوءك في أمتك. يوم القيامة بقى ابنك هيعمل فيك إيه؟ يوم يفر المرء من أبيه وأمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. طبعا مع الإيه؟ تبديل وتوفيق بقى، يعني هو انت بتفر من اخيك وامك وابيك وصاحبتك وبنيك، ونفس الكلام هو برضو ابوك وامك واخوك وكل دول بيفروا برضو، محدش عايز اي مسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم انا لها انا له، والرب تبارك وتعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لمقام الشفاعة الذي يحمد عليه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة المحمود، ويسجد تحت العرش، يخر ساجدا، ويفتح الله عليه بمحامد لا يفقهها الآن، حتى يقال له ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع يا محمد، فلا يقول إلا أمتي. في الوقت ده اللي كله بيقول نفسي نفسي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أمتي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، والحوض الراجح انه بعد الايه؟ انه قبل الصراط، وهو يريد لامته، هو بيعرف امته انهم غرا محجلين من اثار الايه؟ السجود، عايز انه ايه؟ كلهم يشربوا من الحوض، فاذا اناس يختلجون دونه يمنعون عن الحوض يزادون، فيقول اصحابي اصحابي، فيقال له
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. إيه ده؟ النبي في صلى الله عليه وسلم في الحقيقة عايز يسقيك من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. بيفضل يدور عليك، الناس بتفر منك وهو بيدور عليك. يبقى هو أنفع لك من والدك وولدك في الدنيا وفي الإيه؟ في الآخر. والناس أجمعين، كل الناس حواليك، أحب الناس إليك الوالد والولد أو بقية الناس، الأخ والزوجة والأقارب والأرحام والزمايل والمعارف، كل الناس عايزة منك حاجة، حتى اللي بيحبك في الله عايز من وراك أجر وثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يريدك من أجلك أنت، من أجل أن تنجو، من أجل أن تتعلم، من أجل أن تهتدي. عشان كده ربنا كان بيقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني باخع نفسك؟ أنت هتقتل نفسك من الهم. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني آخذ بحجازكم من النار وأنتم تفلتون مني تقحمون فيها. خير واحد بيحلق عليك بالحجز عند وسطك كده، واخد بالك، عشان ما يتقحمش جهنم انت، وانت تقول هو عيدك عايز يدخل النار، عشان انت جاهل واحمق مش شايف، اعمى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنفع عليك من الناس كلها، وأنفع عليك من الوالد والولد، وأنفع عليك من كل الأقارب. عشان كده يستوجب هذا حبا له واتباعا له ومعرفة لقدره، معرفة لشمائله، معرفة لصفاته، معرفة لخصائصه، ومعرفة لسنته. جماعة احنا محتاجين نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشمائله وصفاته ودلائل نبوته ومعجزاته وأحاديثه وتوجيهاته. بس عايزين ندرس الكلام ده بحب. الناس يا جماعة بتتكلم عن أبائها، عن أبوها، وعن عن عن أجدادها بشرف كده وفخر، وممكن أبوه ده أصلا عنده مشاكل كتير قوي. انت محتاج ترتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الارتباط، تحب هذا الحب، تنتبه ليه هذا الانتماء، تشتاق ليه هذا الشوق. طب دي حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو فرع عن محبة الله، فكيف تكون محبة الله؟